السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم بغيت ندير معكم واحد الكيكه ديال المورينغ ان شاء الله. غادي نبداو على بركه الله. اولا عندي ثلاثه البيضات، فرقت البياض على الصفر، هذا البياض هذا الصفر، ديال ثلاثه البيضات، ثلاثه كبار ماشي صغار، ولا كانوا صغار اربعه. عندي جوج فانيات، جوج ساشيات تاع الفاني، جوج خمارات حجم 8 غرام. هنايا عندي جوج اونص خمارات، كاس معمرش ديال الزيت، كاس ديال الحليب ونص، كاس تاع السكر كلاصي، وثلاثة الكيسان تاع الدقيق. الكاس الثالث نشوف واش نكملو ولا يبقى منو شو. وعندي الشوكولات، لاصوص ديال الشوكولات، عندي رشات الملح. يلا نبداو على بركة الله.